الاهداف انهم شفنا دوك اللاعبين يدخلوا يعطيونا شي حاجه وشفنا لان كان هياء ديال اللاعب مرشد شفنا كذلك كان هياء ديال كنظن انه غيرنا مرشد وغيرنا قاسمين زمنا المهم خرج مرشد خرج بوغيما اصابه دخل يخلف لانه بوغيما كيقول لك ديال التغيير عندي اصابه في الركبه ديالي اما بالنسبه لمرشد باش نكون معك واضح نكون معك صريح تعرف عليا الصراحه مرشد خرجناه هي ولعب باصابه ما بغيناش نزيدوا الاصابه ديالو وكذلك ربما نعطيو واحد النفس اخر للفريق نعيم كنعرفو دخل في ديك الدقائق الاخيره كنعرفو لاعب سريع اللي قد يديستابيليزي لادفيرسير في سيرتان مومون دخل عطانا كره للاعب بعوش سجلنا هدف كنا نزيدوا الهدف الثاني كنظن على انه هذا هو الهدف ديال التغييرات عندنا اصابه ودخلنا اللاعب نعيم اللي داك الوقت اللي دخل فيه الدقه 88 الدقه 88 كما ذكرتي كانت مازال عندنا 10 دقائق ديال اللاعب فوالا السؤال والكأس يلعب ولا يربح انا متفق معاك ولكن حنا فريق كيلعب كره فريق اللي خصو يدور الفريق ديالو نشوفوا شنو عندنا ما تنساوش انه الفريق حديث التكوين باش نكونوا واضحين فريق حديث التكوين واليوم خدا فعلا خدا ديك المقومات ديال الفريق اللي واجد من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه وقاد يتسيد المقابله هادشي وحنا اللي غنشوفوا مقابله الكاس تلعب باش نكون معك واضح التركيز هو اكثر على الصعود اليوم باش نكون معك واضح اليوم كون تصابوا لك 3 4 د اللعابه مشى كلشي حنا كنا كنحاولوا اننا انا هذه لا فيزيون ديالي كنحاولوا اننا ندوزوا في الكاس باقل الاضرار ومن المقابله قصب التادله وحنا كندوزوا في الكاس باقل الاضرار اتفاق اقل الاضرار اليوم ضد الحسنيه كان خصنا ندوزوا باقل الاضرار تسيدنا المقابله لعبنا ما كتبش الله سبحانه وتعالى الحمد لله هي المسائل ديال الجماهير انا كنحب الجماهير ديالكم مراكشي وكنحيها ولكن هاد المسائل ديال الشوب صح داكشي ماشي المسؤوليه ديالي ماشي معاك النقطه الثانيه تقصينا مع بوش دور السنه الفريطه لا بلاتي نجاوب حتى حنا رحنا في القسم الوطني الثاني هاد السنه وخسرنا مع فريق القسم الوطني الاول احتراما لمرجعيه الفريق شكون معاك واضح النقطه الثالثه بالنسبه للمواكبه الذهنيه تنظر انه كانت مواكبه في الماتش ديال الجديده كانت مواكبه في الماتش ديال بني ملال سبب التعادل كذلك سي حفيظ وصل في بارتي دو مون ستاف دوبوي لو رواندا باش نكونوا واضحين دوبوي لو رواندا ولكن كنظن على انه ملي كنعرفوا على ان اللاعبين محتاجين لواحد الدفعه ذهنيه كنديروا لابيل لو بريباراتور مونتال لانه من بين الطريقه اللي حنا كنشتغلوا بها ولكن كنظن على انه اليوم كنا ذهنيا واجدين بدنيا كنا واجدين تقنيا كنا واجدين تكتيكيا كنا واجدين كنظن على انه اللي خلتنا هي النجاح الهجومي اكثر من اي شيء لا يعقل ان فريق يلعب كره هجوميه ويندفع الى الامام ما يكونش عنده مشكل في الاسترداد الدفاعي مستحيل هذه دراسه معمقه في كره القدم راه نعطيك اكبر المدربين اللي كيلعبوا كره هجوميه راه ملي كيندافعوا بالكره راه ستونز كتخرج لي في ظهره ما يمكنش غادي تندافع وتلعب كره هجوميه وما يكونش عندك مشكل في الدار مستحيل ولكن بلاتي واش اون كيسينا دون سي سيتوياسيون جاوبني لا حيت لا تقول لي عندك مشكل في الدار واش اون كيسينا دون سي سيتوياسيون جو اون بارل تاكتيك واش اون كيسيتي بهم ما استغل ضربات ثابته خسرت بكورنر وبيلانتي ما خسرتش بسيتوياسيون جو ما خسرتش بسيتوياسيون جو